الحب ناداني، الحب ناداني، جابني وداني، جابني وداني على الحلو رماني، على الحلو رماني، واحلى وزماني، واحلى وزماني. خلاص بقى خطفتني رموش، خطفتني رموش. سؤال بقى، ليه لازم يا هموسه كل تجربه لازم بقى ترزعني في بدايه الفيديو كده اغنيه؟ ليه الاغنيه؟ على فكره يا مهند، ماشي على فكره، ايه كمل. على فكره ماشي، ايه اللي بعد على فكره؟ على فكره بقى يا مهند، اصدقائي هم اللي بيقولوا لي لازم يا مسمه تبتدي في اول الفيديو باغنيه، وهم كمان اللي بيقولوا لي في الكومنتات اسم الاغنيه. تخيل يا اخي، بجد والله حصل يا اصدقائي، بيقولوا لك حصل اهو، شفت ما غلطناش في حاجه، هم اللي بيقولوا لي وهم اللي عايزين كده. انا اقدر ارسل لاصدقائي ترى؟ لا، حصل جدا. يلا نشوف التجربه. تلسى بتروح اهو، ما تلفي بقى. وي انت عيب كده ترد حد يعمل كده. كنا نقول ايه؟ شايفين بقى يا جماعه التجربه اللي قلبه الدنيا دي؟ المفروض اللي احنا بنستخدمه في التجربه ده اسمه نانو تيب، واحنا طلبناه وجبنا اللزق اللي استخدموه في الفيديو ده. بص شكله عامل ازاي. نحن نختلف عن الاخرون، لزق قد كده جايبينه لكم قد كده، بس صارفين ومكلفين يعني، فطلعوا الفيديو ده اكسب لور كاوتش عربي. طبعا ما ينفعش نعملها لوحدها. همسه بقى جابت لي حاجات غريبه، قالت لي حطها جوه الكوره، جايبه لي ده معرفش ايه، قالت لي برده ايه حطه جوه الكوره، وجايبه لي اوربيز. اوربيز متخيلين؟ بتقول لي حط برده جوه الكوره، بيبقى نفس والله كانت بتعمل. وجايبه لي برده دي. طب زميلتك انت عارفه دي ايه؟ ايوه بصي من ورا، بصي من ورا كويس، بصي. ايوه كور بتاع جواها. اه جايبه لي دي برده تتحط جوه الكوره. حاجة جميلة دي كانت هتكبر، هتبصوا تتحط جوه الكورة، تكبر تتحط جوه الكورة. وهو ما مقتنعش الحاجات دي، مش عايزة مفيش كورة، مفيش كورة بتعمل بالحاجات دي. ماشي، طب لو التجربة نجحت هتعملهم في الجزء التاني، هتحطها جواها؟ لو التجربة نجحت، معرفش لو نجحت بقى، لو نجحت يعني هتعملها؟ انت فين؟ لو نجحت ايه؟ قول السؤال تاني، كمل يا حبيبي. بلاش السؤال ده. انا فضلت ادور في المطبخ، ادور على حاجات احطها جوه الكوره لحد ما لقيت البتاع دي، معرفش ايه دي المفروض انها سبرينجلز. استنى، اس بايه؟ سبرينجلز. خلاص يا حبيبي، كويس ان انا ما كنتش عارف برينجلز. اسمها والله كويس جدا ان انا ما كنتش عارف اسمها. شكرا يا همسه. طب يلا بينا بقى ندخل العطبه. A few moments later. A few moments later. أول ما مهند راجع. إنه تمساح بيلوبون كينج، متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. ريحته لزق. طب ازاي يعني عايزه ايه؟ عشان كده ريحته حلوه، ريحته لزق، ريحته لزق وبنزين حاجه زي كده، بحب انا ريحه دي. طب هاتي بقى خلاص الشنبزل، عشان هاتي الشاليمو. هاتي الايه؟ الشاليمو. ماشي، هنحتاج الشاليمو ونحتاج اسمها ايه يا مسمس؟ البرينجلز. برينجلز. وايه تاني؟ هنحتاج بقى معلقه. معلقه ليه؟ هنعمل لهم كده صح؟ مش ناقص بس غير ان احنا نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه عملوها ان هم شيلوا حته، جبت مقص، قصدي مقص، جبت مقص. عايز اقول لك حاجه، ده ناعم جدا. تمام، انا هجيب لك، مش هنحتاج اصلا استشوار لانه ناعم. ششوا بس. ونجيب قطع من اللزق ونلفها حوالين الشلمون. يلا بقى نقص القطعه، مش هنقص القطعة، والله مش هنقولها لك يا تيك توك. ودي القطعة اللي قصيناها. لا فين نحط دي الأول؟ يا حياتي ما هو استني، دي هتتحط كده. تمام؟ يلا. ما دي كده كده زيادات بتقص. لا لا عادي 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 عادي، ما بيشغلنيش، أنا بيكم من غيركم عادي. قالوا لك برضه تقولي أغنية في نص الفيديو؟ رح يصلح حالنا وحالكم، على الدغري ما تلزمونيش، اسلكوا حبه يا جدعان، بدعيلكم بالصنفين. ودي الكمية رائعة جدا، ودي الكمية اللي احنا حطيناها طبعا قبل همسة كترت. استنى في حتة بقى،
قفلنا الحته دي كده واو. وكمان احنا مقربين ليه كده؟ ما اعرفش هجمين عليه. لا بعد اذنك انا هقفل. نقصها قدامك يا تيك توك، نقصها قدامك يا تيك توك، مش هنقصها قدامك. خش الكولونيا عشان كوريا. ما تقوليش كوريا. قصنا الزيادات. بصي لها كده، لا ما دي لازم انت تكون كده. قصنا الزيادات بقت بالشكل ده. انا هعملها بس شوار. اصبري هنشيل بقى اللزقه. ممكن اشيلها؟ بليز 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 بليز. ايوه انت عملت كل حاجه، ما تخليكش ظالم كده. خليش ايه. تعرفي حاجه اسمها تمسكها مش شلمو؟ بسم الله. بصماتك يا همسه معلمه عليها عامله شبه الندبه. بقت بالشكل ده المفروض ان احنا ايه نعملها بقى؟ سشوا. ده كويس ده. ار يو اوكي؟ ايه؟ انا اللي جايب البيتزا مش محمد. انا اللي جايبها. بقول لك انا اللي جايبها مش محمد. استنى يا همسه انت. هاتي يا همسه، هاتي اهو يا جماعه. انا عملتها كتير. A few moments later. ويلا بينا ننفخها. يا همسه يلا. فيك 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 يا اهو. انا مش كنية، انا جاي اعمل لك ASMR. طب ماشي بروح اوسع عليك. وخليناها بالشكل ده. بصوا شكلها بقى رائع وملمسها اروع. قول لنا بقى الفيديو الجاي لو حابين مثلا نعمل السايز بتاعها، نخليه اكبر دبل كده، نعمل له دبل، نخليه تريبل. عايزينكم بقى تكتبوا لنا في الكومنتات الفيديو الجاي عايزين نعملها باشكال ايه، اي شكل بقى انتوا عايزينها، قلب، كيوب، كون. وبرده اكتبوا لنا نجرب ايه من دول فيها المره الجايه. هو وعدني بقى فلازم يوفي بقى. ماشي انت عايز بقى شكل ايه الفيديو الجاي؟ عايزه شكل قلب. خفت. ماشي اكتبوا لنا بقى انتوا كمان عايزين شكل ايه، وخلي بالكم اللي عايز يجربها يجربها لان الصراحه مريحه جدا للاعصاب، ما توقعتش انها تنجح. وبس كده سلام.